تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه من معالي السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وذلك بوفاة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء رحمه الله. وعبر معالي السيد السراج في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته لجلالة الملك المفدى. داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته